ميركاتو النادي الاهلي لحد دلوقتي هو الاقوى تقريبا من 17 سنه وتحديدا من جيل 2004 بقياده جوزيه. لو انت بتتكلم عن تكرار سيناريو جيل بركات وعماد متعب يبقى انت بتحلم، لان كواليتي اللاعبين زمان غير دلوقتي. وانا بقول لك مقارنه بسوق اللاعبين اللي موجود في مصر دلوقتي، الاهلي عنده اقوى تشكيل بلا منازع في الدوري. اقوى تشكيل ازاي وبطل الدوري موجود؟ على العموم خلينا نبدا الحلقه والجمهور هو اللي هيقيم. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من كتف قناه. تعودنا ان الاهلي بيخسر الدوري تقريبا مره كل 7 سنين، لكن دايما الاداره بيكون عندها رد فعل، والرد الفعل ده بيكون تكوين فريق بيستحوذ على كل البطولات ومحدش بيقدر يقف قدامه. اللي انت بتقوله ده مستحيل، ولو انت قصدك على جيل 2004 اللي الاهلي كونه بعد ما خسر الدوري ده تقريبا كده كان جيل استثنائي وكان الافضل في تاريخ الكره المصريه، وفكره ان الاهلي يعمله تاني ده صعب جدا. لكن الزمالك في الفتره دي عنده اقوى تشكيل حتى لو ما قدرش ان هو يعمل اي تعاقدات، وقادر ان هو ينافس على كل البطولات اللي هيشارك فيها. طب احب افكرك بحاجه مهمه جدا شكلك مش واخد بالك منها. نادي الزمالك داخل على انتخابات الرئاسه ومجلس الاداره في شهر نوفمبر الجاي، ودي حاجه كفيله انها تقلق كل جمهور نادي الزمالك، لان عمرها ما عدت بسلام ابدا، دايما في خناقات وقضايا ومشاكل وضرب في النادي، وزي ما تقول قول لا. والصراع المره دي كمان تقيل جدا بين 4 اسماء لحد دلوقتي بتتكلم انها نازله هيكسروا الدنيا، وهو عمرو الجنايني، خالد عبد العزيز، وحسين لبيب، ومدحت العدل، وكمان عندهم مشاكل ماليه ومش عارفين يتعاقدوا مع ولا صفقه. اللي انت بتقوله ده مش هيحصل، لان في شخصيات معينه مش هتنزل انتخابات الزمالك، وده طبعا هيقلل حجم المشاكل والقضايا اللي كانت بتحصل زمان. وكمان لعيبه الزمالك بقى عندها خبرات كبيره جدا، بدليل انهم خدوا الدوري وبينافسوا بقوه في بطوله كاس مصر. لكن عايز اسالك سؤال، الثقه اللي عندك دي في الاهلي انت جايبها منين؟ اقول لك انا جايب الثقه دي منين، مصدرها هو النادي الاهلي نفسه وتاريخه. على فكره الفرقه دي عمرها ما بتقع، ودايما لما بتخسر بطوله قادرين ان هم يقفوا على رجليهم ويكملوا، وبيكون عنصر من عناصر دي وهي الصفقات. السنه دي بقى دونا عن السنين اللي فاتت دعموا نفسهم بصفقات كلها اي ليفل زي بيرسي تاو وحسام حسن وكريم فؤاد وميكيسوني، وكمان عوده عمار حمدي واحمد عبد القادر اللي اخيرا الاهلي لقى ضلته في بديل لقفشه. على النقيض الناحيه الثانيه الزمالك لحد دلوقتي كل صفقاته كسر. انا معاك ان الاهلي عمل صفقات هجوميه كويسه جدا، لكن ده على الورق، لكن الله اعلم هيعملوا ايه في الموسم اللي جاي، خصوصا ان الاهلي بقاله كام موسم مش موفق في الصفقات الافريقيه، وعلى الرغم انه استقبل 29 هدف ودي يمكن اكبر حصيله تهديفيه دخلت في تاريخ النادي الاهلي في موسم واحد، الا انه لم يتعاقد مع اي مدافع نهائي، ودي انا شايفها كارثه. لكن تعالى بقى نشوف الزمالك بيتعاقد مع لعيبه صف تاني، لان مفيش لعيب جامد هيقدر يخش على التشكيله اللي موجوده واللي قدر تاخد الدوري باستثناء عبد الله السعيد لو الزمالك جابه. اهو صفقه عبد الله السعيد اللي انت بتتكلم عنها دي فشلت تماما، لان اداره بيراميدز تمسكت انه ياخدوا 30 مليون جنيه مقابل الصفقه، وده كان بند تعجيزي، لان هم عارفين لا الزمالك هيقدر يدفع 30 مليون ولا اصلا لو معاهم الفلوس دي هيدفعوها في لاعب عنده 37 سنه، وده اصاب كل جمهور نادي الزمالك بحاله صدمه غريبه، لان ببساطه كان كل ما الاهلي يعلن عن صفقه يقول لك بس يا عم اهدى احنا هنجيب عبد الله السعيد، طب فجاه ايه اللي حصل؟ مفيش اي حاجه، والزمالك داخل الموسم الجاي بالتشكيل اللي عنده دلوقتي. ما هي اللعيبه اللي عندهم دول هم اللي قدروا ياخدوا الدوري السنه اللي فاتت، رغم كل الظروف الصعبه اللي كان بيمر بيها النادي، وفي كل الاحوال المنافسه في الموسم الجديد مش هتبقى اهلي وزمالك بس، وانا بتوقع ان هيكون اقوى دوري في تاريخ الكره المصريه. ده حقيقي، لان غير المنافسين التقليديين على الدوري اللي احنا كنا عارفينهم طول عمرنا زي الاسماعيلي والمصري وانضم عليهم بيراميدز مؤخرا، هيظهر عندنا كمان فيوتشر الموسم ده جاي بعبع وواخد صفقات كتير جدا من النادي الاهلي ولعبته كلها خبرات، وعندك فاركو تقريبا خد كل الصفقات الجامده في الدوري، وكمان البنك الاهلي هينافس بشكل كبير جدا على المربع الذهبي، وانا بقول لكم الدوري الجاي ده هيبقى ضرب نار. انا عايز اقول لك ان فيوتشر تحديدا هيكون مفاجاه الدوري في الموسم الجديد، خصوصا في ظل وجود احمد شوبير في منصب نائب رئيس النادي، وده هيقدر ان هو يضم صفقات قويه جدا وتحديدا من النادي الاهلي زي نيدفيد وسعد سمير ومروان محسن، ووجود علي ماهر في منصب المدير الفني ده هيقدر ان هو يعمل فرقه كويسه وينافس بيها في المربع الذهبي. الخلاصة ان الموسم الجاي من الدوري المصري هيبقى الاقوى في التاريخ بسبب الصفقات المدوية اللي عملتها اغلب الاندية او ضغط المباريات اللي هنشوفه الموسم الجاي، ومع بداية النسخة الجديدة من الدوري المصري استنونا في الموسم الجديد من كتف قانون. استنونا في الموسم الجديد بشكل مختلف وبنوعدكم بكواليس وانفرادات حصرية عن الكرة المصرية. سلام.